عشاكم الليلة عندي. قلت أم يا حيوان، قلت أم. حين اخترت ذا ولا ذا ولا مني يوم مفتوح؟ كان الأمر يعني. والله تولى أمرك. الله أكبر. شحنا أخويانا الحين أقولهم أبي سلف يقولون ما عندي البقالة، الحين يقولون لازم تسدد علشان نعطيكم. أنا الحين شوفت عينك ما في شغل ولا فيها، شو أسوي يعني؟ أنا شو أسوي؟ أسري؟ كسر صوتك حرامي في البيت. حرامي حرامي كم؟ كسر صوتك بسرعة. أفا بسرعة. ناقص كورونا، أنا ناقص أم الكورونا. أعطيني 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 شيء خلني أهبد على رأسك. بسرعة 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 بسرعة. يلا بهكاك بعد، كان قلت لي يا أخي ضبط لك شاهي، وعندنا كنافة تحلي. والله العظيم ما ادري ايش. يا نطول يا سروق يا حر، انت الحين مسوي مسحه قبل لا تطب علينا؟ ماخذ اللقاح؟ يا ربي رفا يا اخوي، اخبار ليل نهار، مواطن مقيم. مواطن انت ولا مت مواطن؟ والله مواطن. حرامي على عيني وراسي، بس وين احترازات؟ والله ماني بحرامي. والله ماني بحرامي. والله يلا قدامي حرامي. انا جاي بس قام شكلني. الله يرحم امك. الله يرحم امك. الله يرحم امك. الله يرحم امك. لا اله الا الله. قل لا اله الا الله يا ابن الحلال. قل لا اله الا الله. وش بلاك يا ابن الحلال؟ شوف شوف الدنيا هذه ترى ما في خير. انت الثلاجه خذها كلها، ما دام لمست الثلاجه ولمست الاكل خذ الثلاجه كلها، ما نبيها والله. بس المسح عبدي عبدي من الثلاجه حطه. اذا ما عندكم شيء ترى اطب الليله اللي وعدها. لا 24 ساعه وين بنروح؟ حجر وحاذر يا ابن الحلال، خذ راحتك. الله كفايه كذا ولا لا؟ والله يا ريت هذا اللي هناك. هذا اي والله يطول عمرك يا حبيبي. الله يسلمك. يعني الله يطول عمرك. والله يا طول عمر، يعني ما والله ما ادري يعني ايش اقول لك، بس والله العظيم والله انا اخطيت. حين اخترت ذا ولا ذا ولا مني يوم مفتوح؟ والله اعذرني يا طول عمر، انا والله ما احب اختني الاسلحه. وانا عازمك على العشاء، اختر ذا ولا ذا ولا ذولي اذبحك فيهم. انت باين عليك عليمي، قل لي من وزك، قل لي لا اذبحك الحين. جارك طال عمرك هذا، والله ما ادري هذا جارك، واحد قال لي هذا اللي هنا، قال ما في احد بالحاره يقول اذانه. انا قال ذا كلب يقول شو؟ والله ما هو اللي يقوله، والله يا طول عمر انا قال كلب؟ قال كلب ابن كلب خسيس. اوفا اوفا يا الجار، ما قيتها منك تخلي الغريب يسطع على جارك. اخس يا الخسيس. يا ابن الحلال ما فيها لا خساسة ولا جرجير ولا هذا الرجال ولده حمودي. شفت الفيديو بعيوني يومين 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 يا اخوي، قل لي عن حمودي. يومين يقول ابوي موعدنا يجيب اكل ولا جاب اكل. والله يعني طفل بريء. والله قلت 3 عيال يا عيال ما ياكل. قل لي يا اخوي سوي ابكي بالسياده. والله 3 عيال ما كلوا من يومين؟ 3 عيال. حمودي بعد معاهم؟ حمودي قال لي يا عمو يا رجال. والله العظيم طبيت انا الرجال الطيب، طبيت علي بيته ما قصر. والله فتح الثلاجة وطلع لنا رمان. أنت اللي فتحت الثلاجة؟ لقيت عندي ثلاجة فاتح. طلع لنا رمانتين وطلع لنا خس وطلع لنا ذاك اللي جبنا الكلام اللي تدهن مع الصباح المشرقين. ما قصر والله العظيم، ما قصر والله العظيم. لو تعرف ظروفي والله العظيم. أزود أزود ابك. عشاكم الليلة عندي. قلت أم. شوف عشان جاي قلت أم يا حيوان، قلت أم. حياكم الله على العشاء، اقلطوا تفضلوا. يلا حيهم. يلا المغسل يمين ويسار يا اخوان. حياكم الله حياكم الله. اقعد اقعد انت يا اقعد. حياكم الله. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. هلا هلا.
اسمعوا بقول لكم شيء، فك كل كمامة، الكمامات اللي بس عند رجاجيلة تفضحنا، فكها فكها. اسمعوا والله الرجال ذا انا صعب علي وانا ابغى ساعدك. الله يطول عمرك يا امين، الله يرزقك من حيث تحتسب. لا تحتسب يا اخوي، لا تحتسب. اي والله العظيم انه يعني انا والله عاجز عن اني يعني اعبر لك عن كم تبي تدفع. ادفع وشو؟ سوي له دعايه انت، كم تبي تدفع وشو؟ يقول يبي يساعدني. يا رجال الذبيحه اللي جايبها انا هذه متلفه من المطعم، وش ادفع لك انت؟ شلون طيب تبي تساعدني؟ اي ابيك تحنشل جارنا الثاني. الله شوف كل انواع المخدرات، ها مخدرات الناس اللي مثلك واشكالك قليل حقهم طير رقبتهم.